رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نواصل شرح الحديث الرابع الذي قال فيه الامام البخاري حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلم بالاكوع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب هنا الامام البخاري ينقل لنا هذا الحديث ليبين لنا وقت صلاه المغرب وان سيدنا سلم بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب والمقصود اذا توارت بالحجاب اي الشمس اذا اختفى قرصها بان غابت عنا وكانها احتجبت عنا بحجاب الذي يغطي الوجه او يغطي الواجهه التي تظهر الشمس منها وفي هذا الحديث بيان ان الصحابه رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه واله وسلم كانوا يبادرون الى صلاه المغرب ولا يؤخرون وقتها فقال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب ولا ريب في ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما سئل عن احب الاعمال قال الصلاه على وقتها فوقت صلاه المغرب بغروب الشمس فاذا اختفى قرص الشمس دخل وقت المغرب ولا يسن للانسان ان يتاخر في صلاه المغرب الا بمقدار الوضوء وبمقدار الصلاه ركعتين خفيفتين ثم يصلي بل ربما النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في سنه المغرب القبليه قال كما في صحيح مسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب لمن شاء فوقت ما بين اذان المغرب وصلاه المغرب اصطلح العلماء ان يكون خمس دقائق بمقدار ما يلحق الانسان الوضوء او يلحق الانسان صلاه ركعتين خفيفتين ثم يصلي المغرب ولوقت المغرب كما هو المعروف وقتان اختلف العلماء فيه فالمذهب الجديد عند الشافعين انه بمقدار ما يتوضا ويصلي ركعتين السنه القبليه ثم يصلي ثلاث ركعات صلاه المغرب ثم يصلي الركعتين البعديه ثم يخرج وقت المغرب والقول المعتمد وهو في المذهب القديم ان صلاة المغرب يمتد وقتها من اذان المغرب من غياب قرص الشمس الى دخول صلاة العشاء وهو بغياب الشفق الاحمر. قال حافظ ابن حجر في فتح الباري قال: والاصل ان وقت المغرب يمتد الى العشاء قال: لانه لو فصل بين المغرب وبين العشاء لما جاز الجمع بينهما فإنما جمع بين الظهر والعصر لأنه وقت ممتد من صلاة الظهر إلى العصر فكذلك المغرب ممتد من المغرب إلى العشاء ولو فصل بين المغرب والعشاء كما فصل بين الفجر وبين الظهر لما جاز الجمع بينهما هذه صلاة المغرب ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما نقله الصحابه رضوان الله عليهم انها ثلاث ركعات لا كما يشاع في هذه الايام من انها فقط ركعتين فقد روى لنا الامام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا عبد الله بن عمر صلاه المغرب ثلاث ركعات في اذربيجان ثم قال هكذا صلى بنا النبي صلى الله عليه واله وسلم اي صلاه المغرب ثلاث ركعات فصلاها سيدنا عبد الله بن عمر وقد قال صلى الله عليه واله وسلم صلوا كما رايتموني اصلي فنقلوا لنا هذه الصلاه بهذه الكيفيه صلاه الفجر ركعتين وصلاه الظهر والعصر والعشاء اربع ركعات وصلاه المغرب ثلاث ركعات وصلاه الظهر والعصر سريه وصلاه الفجر والمغرب والعشاء الفجر جهريه والمغرب والعشاء الركعتين الاولى جهريه والركعتين الاخرى سريه فكانت صلاه المغرب هكذا فاذا ما اخطا الانسان نتيجه كانه راى ان قرص الشمس قد غرب وهو لم يغرب فقام وصلى ثم تبين له أنه أخطأ فهل يعيد الصلاة؟ لا بد من إعادة الصلاة لأن الأصل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا يجوز للإنسان أن يقدم الصلاة عن وقتها كأضف إلى ذلك أنه حصل كما في صحيح الإمام البخاري عن أم سلمة قالت افطرنا في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم حين غشيت سحابه الشمس فظنوا ان الشمس قد غربت فافطروا ثم زالت هذه السحابه فتبين ان الشمس ما زالت موجوده فقال لها الراوي التابعي وهل قضيتم ذلك اليوم قالت لا بد من القضاء لانه حصل خطا وهذا الخطا نتيجه عن تقصير منهم بخلاف لو كان هذا الخطا بدون تقصير كمن اكل او شرب ناسيا فان هذا لا شيء عليه واما من افطر ظانا الغروب فتبين خلاف ذلك او تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلاف ذلك فان الائمه الاربعه الاحناف والمالكيه والشافعيه والحنابلة متفقون على انه يجب عليه الامساك حتى يدخل الوقت ثم علي قضاء ذلك اليوم واما ما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من انه جاءت سحابة في خلافته فافطر الناس ثم زالت هذه السحابة فواصلوا الصوم ثم افطروا فقال بعضهم في هذا الحديث انه لم يبين أن سيدنا عمر أمرهم بالإمساك والقضاء نقول بلى قد ورد بسند صحيح كما ذكر ذلك البيهقي في سننه أن عمر بالخطاب أمرهم بالقضاء وأن الرواية هاته التي لم يبين فيها الأمر بالإفطار ولا الإمساك ولا عدم القضاء هذه الرواية ذكر فيها الحافظ البيهقي أن سندها ضعيف كيف لا وقد ورد في صحيح الامام البخاري عن ام سلمة انها قالت لا بد من القضاء واتفق الائمة الاربعه على ذلك فصار من قصر واخرج صلى الصلاه قبل دخول وقتها فعليه ان يقوم بقضاء هذه الصلاه كما ان من افطر مع بقاء الشمس قبل غروبها نتيجة لوجود سحابه او نتيجة لخطا يجب عليه ايضا ان يقوم بقضاء ذلك اليوم هذه الصلاة من عظم هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بين عظم الصلاة وعظم وقت الصلاة وقلنا أن الشافعية عندنا أن الإنسان إذا أخر أي صلاة عن وقتها فإن على المسلم المصلّي أن يقوم يصلي هذه الصلاة منفرد. لحرمه الوقت لتدارك فضيله الوقت في اول وقتها ثم بعد ذلك يصليها جماعه مع الناس اذا ارادوا ان يصليها فيكون بذلك ادرك اول الوقت وادرك مع الجماعه الجماعه صلاه الجماعه في الوقت صلاه المغرب هذه يقول لنا وهو يشير لنا قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب فقلنا أن المبادرة لصلاة المغرب نتيجة لأن الوقت في لصلاة المغرب وقت ضيق فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبادروا لهذه الصلاة حتى قال إن كل من في رواية ان من دخل المسجد من شده من يصلي السنه القبليه للمغرب قال يظن ان الصلاه قد قضيت وهم لم يصلوا بعد انما يصلوا صلاه سنه المغرب القبليه فنسال الله تعالى ان يجعلنا من مقيمي الصلاه والمحافظين عليها في اوقاتها انه على ما يشاء قدير وبالاجابه قدير نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين